دوج 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 بس عشان نتكلم في الموضوع ده يا اسطى. طب الدوج يا اسطى ما ادوج انا ازاي يا اسطى وانا لسه عامل دوج اخر مره. اخر مره دي يا اسطى اللي امتى يا اسطى؟ انا عامل لك دوج خلي عندك شويه أنا دم مش اخر واحده اصلا. نو انا اللي عامل دوج اخر واحده. وصل اي حد في الشات والله لازم اخش اخسرك الجيم. ماشي باذنك دوج. يا اسطى انا اكل علقه في البوت لين ده يا ريتد. انت يو كانت ايماجن والله العلقه هتبقى عامله ازاي. لا يا اسطى ما تجيش على لونش بي يا اسطى. ايه الكرنج ده؟ ايه ده يا اسطى؟ ايه ده بيعمل ايه ده؟ بس سيبه سيبه فلاش. سمعت سيبه سيبه دي؟ سيبه 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 بيقول لك سيبه سيبه هو يجيبه مين قريبه مين قريبه. طب ما تيجي نعمل فريستايل. طب ما يلا طيب تعال نعمل اغنيه. طب يا جدعان قولوا لي اي كلمه في المعجم وانا هرايم لكم عليه. يلا يلا يا جدعان اللي عايز يرايب مع ايه يرايب مين يرايب كيس لبن بخير. انت الحب اللي تمنيته ولا عرفت الدنيا ما. انت لسه مش كنت بتقول ويجز كان بيقعد معاك على القهوه وبيسلم عليك بيقول لك انا لسه كان بيقول لي ريتد اما بيك فان. انا بيك فان اه طبعا. العظيم انت عندك برد عندك جنون العظمه 100% والجوكر قريبي شريب نسيبي. ايه رايكوا بقى؟ اختي هات هات شيف شيف رايح مقفش انت رايح قرب ليا هتعرف اني بموت غرامك وبدوب فيك. طب ما تسيب الكلام يا مهزأ يا مهزأ. صعب يا اسطى والله والله الموضوع صعب. خش 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 وانا معايا اروى اساعدك بكل كل. خش 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 ادين ام انا هديهم شدام كبيرة فشخ. تلعب يا اسطى. يا اسطى العب ايه يا اسطى بالخرا اللي انت بتعمله ده يا اسطى؟ خلي بالك بايك معاه التا هينط عليك من هنا. انا عايز ادي فيجن. اديني فيجن يلا. واخد كيو مش عارف اشوف حاجه. اضرب يا اسطى في ايه يا اسطى؟ ما واخد كيو يلا مش شايف مش شايف حاجه. مظلمه عليا قوي يا اسطى. انت لو تتعلم تلعب ليك بس والله العظيم الدنيا كلها هتبقى زي الفل. بقول لك ايه نسيت فايت تايج جيمرز لاونج اللي ضربت فيها 3 قطع. طب يا اسطى نسيت 90% من جيمات انوبيس اللي انت كنت بتخسرها لنا. يلا يلا يا دين ولا هي بعيده ليه كده يا اسطى؟ طب ايه بعيده كده ليه؟ اهدى عشان اهدى عشان هنخسر الجيم. انا كل ليه كل النسوان يا اسطى بيبعد عنك؟ كل النسوان بتبعد عنك يا اسطى. ما انت يا اسطى عشان هزو قد سيفنج اخويا هو وصل الاستريم خلاص. سيفنج ده انت تعرف ان هو اكتر بني ادم بحبه في الدنيا. يا اسطى انت مش كنت لسه بتشتمه من شويه؟ وات ذا فك يا منافق يا خوج يا خوج. تحط فلتر يا اسطى لو ما طلعتش بوشك تبقى فلتر جامد فشخ. I'm joking. Stop. ايوه ابو دات يا اسطى انا كنت بعمل الكاميرا. طب يلا يلا عشان لازم تريشه يا اسطى. والنبي لا تلش لي يا اسطى. لا ده يا اسطى فين الليش الجامد يا دكتور؟ يا اسطى ده مش جامد؟ ده مش جامد بذمتك؟ هو ليه بطل يلعبوا سايلنت جنجل يا جدعان؟ ليه بتاعه كويس والله ديس. ايه ده 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 ايه ده؟ انت فاكرني مش عارف ارفعك يعني؟ كمل فجر يا بايك يا اسطى. تقريبا وش يا اسطى فضل البايظ. ايه ده؟ وشك ماله؟ فضل يا اسطى الحزين ده. انا جربت اشيل الفلتر لقيته هو. يلا انا وشي بقى حزين بجد. انت عايز ايه حضرتك؟ يا اسطى انا عشان بفايت مش عارف يا اسطى اشيل وش ارجع وش تاني ازاي. ايزي يا اسطى انا بعمل بلايز. تعال 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 انا ده انا يا اسطى بعمل بلايز دلوقتي باذنك. ما تسيبنا سيبنا ركز يا اسطى. انا شلت الفلتر كده يا اسطى. لا شغال دلوقتي. انا كده شايله بجد شغال والله يا اسطى. انت بقى وش الحقيقي هاساكي. السلام عليكم. راحت الترنات يلا. ما بيموتوش والله ما بيموتوش والله عظيم. انت يا اسطى انت ليه ترول؟ انا مش عارف انا جاي باجي معاك ادو ترول طيب ولا ايه يا اسطى؟ طب ممكن انت اللي بتخليني العب وحش. اه انا بخليك تلعب وحش. شفت بقى زنادك في الكلام ازاي؟ ايه ده انا كنت في بليسمنت. ربنا ينتقم منك يا عم. يا ابني ربنا ياخدك. 2 hours later. هو ريتد لايف؟ لا ريتد مش لايف. انا لايف وريتد جاي معايا في الفلتر ده. ده النبي وات ذا فاك.
تعالى 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 نخليه شويه انا وانت اللي هو استا استنى وريني اديني النبي وايه ده شكله كده ليه يا اسطى شكله ده جامد قوي كده ليه يا اسطى يا اسطى الشنب يا اسطى شكله جامد قوي اللي بكيت حاجه تراي هارد بقى باذنك عايز اكسب خش يا اسطى اولف وكسر الواد ده كاسوس ده انت ليه يا اسطى بتحب الاولف بتاعه قوي كده يا اسطى هو يتحب الصراحه تعالى عايزين نشغل اغنيه بتاعت عيال صغيره بقى نشغل ايه مين اللي بيسمع كلمه اهله او بيبي شارك لا لا ما ينفعش المس دي ما ايش ايه يا جدعان هنا هنا هو قول له مين قول له عمو مين قول له مين بيكلمه ده يا اسطى اللي انا حطيته ده هو ده الفلتر ده جامد فشخ اني واحد ايه يا اسطى ده اكمل بالجيم محمد في فلتر عايز اجربه انا عملت ده يا اسطى لا استنى السينما هتقفل عايز اغير بسرعه يلا يلا بدله بسرعه اصبر مش لاقي فلتر تاني يا اسطى انا اوريكم جيو يا جدعان اضحكوا فشخ بصوا جيو بصوا جيو يا جدعان جيو بالبيبي فيس يا جدعان انا جاي انا جاي انا جاي انت دمر ضاع نفس وش عم مدى فعلا جيجا تشد الطبيعي بتاعه يا اسطى الواد هنا ارو 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 والله العظيم معهوش فلاش هنا ومعهوش فلاش اقسم بالله وانا مين شبيل. هو ازير يا اسطى اهو يا عم اهو الجيم راح يا هلا هلا هو بيعملوا ايه بقى يا اسطى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تصدق شكلي بالقرع مش وحش يعني بيتك وانا شكلي عامل كده ليه يا اسطى انا مثلا شكلي بجد بالقرع انت قفلت ظبط عليك يا راح العب لا يا ايه يا معلمة عليكي كلام لا بيودي ولا قدام ولا بيودي الحمام هتطلع حط اصبعك في لا لا يا باولو يا جدعان بجد لو الستريم لو خدت بان هتبقى بسبب ريتد بجد واخليه يعمل لي شانل هخليه يعمل لي شانل ويكبرها من الصفر ويجيب لي 32000 فولور تاني انا يا اسطى لقيت الفلتر بتاعي خلاص انا الفلتر ده حزين ووايد في نفس الوقت بص على طلع سبعات انت يا اسطى عامل كده ليه يا اسطى انت تعرف ان احنا ما خدناش ولا دريك طب انت هتلعب امتى طيب مش انا لازم اريكول عشان كارتو صغير طب يا جدعان الستريم كله بيسترجل دلوقتي مع جوليانو وانا عيد ميلاد ماشي يا اسطى تعالى يا عم نستارت بارن يا عم عشان ما نسروش الجن ده كمان هيتعمل له ستيره ده يا اسطى انا بترفع يا جدعان فين ليه ما بيتنكش استنى بقى انا مت يا اسطى انا مت ما لازم اسمعت يا اما هموت ولو سمعت هاخده انا مش فاهم ام فين ده ما بيتنكش ليه انا مش فاهم خلاص شل عادي يا عم جامد لوست لسه يا اسطى انا فول بيلد يا اسطى لوست ايه عيب والبالون كل بنت يا اسطى اللي انت خليتنا نعمل ايه ده يا جدعان قلب ليفل 15 16 وات ذا فاك يا اسطى اطلع يا اسطى اللايف ده عنك ماشي جبت الاول هموت لي ازير يا اسطى وانا هخش اطوح فيه ماشي يا اسطى يا لهوي يا جدعان على ازير يا لهوي يا جدعان على ازير بقول لك ايه انا ناقصلي 200 جولد واجيب السترين ده عايزين يا لهوي ده ايه ده 10 ثواني هنكسب الجيم هنا المشكله ان فين يا اسطى ما عندهاش حاجه في سكيلاتها واحده بس بتستكبل بتسكيل بالايه بالفرا يا لهوي على الترول اتحبست انا معاك لازم اطلع يا اسطى طب تخش تاني طيب داريوس هنا داريوس هنا داريوس هنا موت بقى موت اول ما ينزل زيرو وصل يا اسطى استنى الريفت ميكر فين هتولع الكلام ماشي يا اسطى الله ينتقم من هو ايه يا جدعان ده؟ طب ما عملش كده ليه واحنا صاحيين طيب؟ طب احنا هنكسب الجيم ده ازاي يا جدعان؟ وشوت وينز ذا جيم هنا ماشي كان ويند نو كانت ماشي والله العظيم ما ضرب في البرون غير لما يتنك يا اسطى بقى هتنكلك كده طيب؟ اوف يا ابن الفاكر يا مور يلا يا بنت ما احنا كسبنا الجيم اهو يا اسطى عمال تقول لي بقى ايزي والله ايزي كاري والله العظيم
جيجي يس جدعان والله العظيم انا بحبك قوي يا جدعان وانا والله العظيم يا جدعان عاشوا يا جدعان والله والله العظيم يا جدعان اه يا جدعان